كلمني بقى عن البنات اللي بقت بتحلق، مش بتحلق، مش عارفه بيقولوا ايه، بتقص شعرها، بتخففه قوي من هنا كانها عامله زي الولاد. لا يعني احنا صار في عنا اكتر من ديزاين من الحلاقه. ازاي بقى؟ يعني اذا لو رجعنا لورا كم سنه كان كان بس يحلق وان سايد، يعني جنب واحد يحلق. انا ما بتكلمش عن الرجاله، بنات. ايوه ما عم بقول لك بنات. طيب. يحلقوا جنب واحد. يعني انت بتعمل فرقك من هون مثلا، فور اكزامبل، اوكي، حلقتي هذا الجنب، شعرك هيك جنب محلوق، فردي شعرك بالنص احنا غطيناه. ايوه انت ماشي عادي. دي اللي انا شفتها بقى من اسبوع في الشارع. في ناس كانوا يحلقوا شعرهم واهلهم ما يعرفوا. يعني وحده خايفه من امها، انا خايفه من امي احلق شعري الجنب، هذا كان موضه كثير. طيب انا عم بحلق لك الجنب، اوكي، لو انت عملتي شعرك على الجنب بي محلوق. وحلقوا ما حلقوا كذا، عارفه ظهره مع صاحبك رح تعشي ولا شيء. بس روحي على البيت اعملي لي فرق بالنص، الشعر نزل على الحلاقه. ايوه انا شفت الاسبوع اللي فات واحده في الشارع الحته دي كلها مش موجوده لحد هنا اهو كده، وجايبه كل شعرها على جنب واحد ونازل مش عارفه عامل ازاي. هو ده موضه ولا هو في هي موضه هي ستيل. هلا بقى في عندك صرنا نحلق من تحت، من تحت يعني بطلت اكثر شيء الجناب، بناخذ من الاذن للاذن، بنشيل الشعر بنحلق من تحت. ايه 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 انت قلت ايه دلوقتي؟ استنى بس، استنى والله عم بحكي، استنى بس والنبي يا شيخنا، يعني انا غلبانه في الحاجات دي. ايه انت بتقول ده؟ انت قصدك ان البنات بقى بتخفف من هنا؟ لا احنا بنشيل الشعر هيك. بتشيل الشعر من هنا؟ قسمناه. شو يعني بنشيله؟ اوكي بنلمه. انت بتتكلم باللبناني، طب قول عشان اترجم. بتلم الشعر من 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 عند الاذن للاذن. اها بنلم الشعر وتطلعه كده وبنحلق اللي تحت هيدا. طب وايه الفايده يعني؟ شو لانه هي موضه، وفي ناس مثلا بيكونوا بالجيم او بالوين ما كان بيكونوا لمين شعرهم. بتعملي شعرك بن، يا سلام يا سلام، كعكي. كحكه عندنا هون مصر، كحكه بالعين، كعكه. يا انا عارفه باللبناني كعكه. بتلمي شعرك كعكه فمبين الديزاين، او بتلميه بوني تيل يا سلام بين الديزاين. طيب